بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السي شارب ويندوز فورم ابلكيشن توتوريال، واللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله عن ازاي نقدر نضيف بوتون للويندو للفورم. بس لحظه واحده، طبعا هنقف عند السؤال ده شويه. هو احنا مش قبل كده كنا نقدر نضيف بوتون او نقدر نضيف اي حاجه في الويندوز فورم عادي؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا بنمسك مثلا الحاجه اللي احنا عايزين نضيفها من التول بوكس ونروح على طول نحطها في قلب الويندوز فورم وبقت عندنا خلاص الويندوز فورم. ايه الجديد بقى في الفيديو دوت؟ اول حاجه في الجديد في الفيديو ده ان احنا كنا بندراج ودروب الكنترول اللي احنا عايزين نحطه في الفورم، يعني نمسكه كده ونحطه او نعلم عليه ونحطه في قلب الفورم وهكذا. طيب ايه الجديد بقى في الفورم دوت في الفيديو دوت؟ ان احنا ان شاء الله هنضيف اي كنترول عندنا في تول بوكس هنضيفه في الويندوز فورم عن طريق الكود مش دراج ودروب. طب وده ينفع اصلا؟ هو اوريدي ده اللي بيحصل، يعني احنا فعلا بندراج وندروب البوتون من التول بوكس نحطه في الفورم، بس الحقيقي اللي بيتم ورا السين، يعني بيهايند ذا سين، يعني ورا الخلفيه دي، اللي بيتم ان هو بيروح يكتب كود علشان يقدر يحط البوتون في المكان دوت، وعلشان البوتون يكون بالسايز دوت ويكون اللون ويحط عليه باك جراوند والكلام ده كله. فبالتالي احنا عايزين بقى نعمل زي ما هو بيعمل كده بالظبط. بس قبل ما نروح نكتب كود على طول، احنا عايزين نعرف هو الحته دي بيعملها فين، يعني ان هو يروح يضيف بوتون في الكود ويغير له البروبرتيز بتاعته من الكود، ده بيروح يحطه فين؟ فدوت هنروح نعمله ازاي؟ ادينا ضفنا البوتون اهوت في قلب الفورم وعايزين نروح نشوف الكود بتاعه معمول ازاي. اول حاجه في السوليوشن اكسبلورر عندنا هنا كده، عندنا في حاجه اسمها من توتوريال ديت الايه الفورم بتاعتك، يعني انت لما تيجي تعمل برنامج جديد او تعمل بروجكت جديد هتلاقي البتاع دي اسمها فورم 1. انت على طول هتلاقي في سهم كده دوس عليه هيفتح لك الثلاث ملفات دولت بتوع الويندوز فورم اللي انت فاتحها. طب هو قبل ما نخش في التفاصيل، هو اصلا ينفع يكون عندنا في البرنامج اكتر من ويندوز فورم، اكتر من فورم زي دي؟ يعني أي الاجابه ايوه، وان شاء الله هنتعرض لها في الفيديوهات الجايه. هتلاقيني هنا في الفيديو عندنا اتنين ويندوز فورم، بس ده مش موضوعنا وان شاء الله هنتطرق للمواضيع في فيديوهات تانية. اول ما تيجي تفتح السهم بتاع الويندوز فورم بتاعتك هتلاقي فيه ثلاث فايلات موجوده عندك، اللي هو دوت ديزاينر، الدوت ار اي اكس، ار اس اكس، ولا ايه، ار اي اس اكس، وبعد كده المكان اللي انت بتكتب فيه الكود اصلا اللي هو ده. ده الفايل التالت. طيب برضو ايه اهميه الثلاثه دولت؟ الفايل الاولاني هو ده اللي احنا بندور عليه، اللي بيتكتب فيه الكود اوتوماتيك، يعني احنا هنا ضفنا بوتون والمفروض ان احنا نلاقي في الفايل دوت بوتون متضاف. بس احنا لما فتحنا الفايل مفيش اي حاجه متضافه، كله كود كده مش عارفين بيعمل ايه. بس الحقيقه ان الكود بيبقى متضاف في الحته اللي معمول لها اكسباند دي، اسف، اللي مقفوله دي. لما نيجي نفتح الحته ديت، لما تدوس على الزرار الزائد دوت او البلس، هو اصلا الحته دي اسمها يا جماعه ويندوز فورم ديزاينر جنريتد كود، يعني هو بيقول لك هنا انا الكود اللي بيتعمل له جنريت عشان تقدر تحط البوتون في مكانه بيتحط هنا. لو احنا عملنا فتحنا البلس ديت هنلاقي في فانكشن اسمها انشلايز كومبوننت، والفانكشن ديت لو نفتكر هي اللي كانت بتتعمل لها كول في الكونستراكتور بتاع الفورم بتاعتنا. طيب تعال نشوف الفانكشن ديت مكتوب فيها ايه. اول حاجه فعلا لقينا ان الفانكشن مكتوب فيها البوتون 1، ده الزرار اللي احنا لسه ضايفينه. هو عمل اوبجكت اهو، او يعني الاوبجكت معموله بره، يعني الاوبجكت غالبا هتلاقيه معمول فوق، ايا يكن فالاوبجكت معمول، يعني اهو الاوبجكت معمول هنا اهو اسمه بوتون 1، وهنا بيبدا بقى يديله الخواص بتاعته اللي هو البروبرتيز. هنا اول حاجه بيحجز له مكان في الميموري، تمام. بعد كده يبدا يحدد له اللوكيشن بتاعه، يعني البوزيشن بتاعه على الفورم، هنا يعني معمول له 12 و12. بعد كده الاسم بتاعه في الكود هيبقى بوتون 1، ايه السايز بتاعه 148×67 وهكذا وهكذا بقيه البروبرتيز. طبعا اي خاصيه موجوده في الليسته اللي بتبقى موجوده هنا فغالبا نقدر نتحكم فيها من خلال الكود، تمام. ده اللي احنا هنعوز نعمله دلوقتي، واظن ان هو هيبقى سهل ان احنا نعمله. فاحنا هيبقى عندنا بوتون، البوتون دوت المفروض اول ما ندوس عليه يروح يضيف لنا بوتون جديد
في الزيرو الزيرو في المكان المكان اللي هو البوزيشن زيرو زيرو، تمام؟ فأول حاجة علشان نقدر نوصل للمكان اللي احنا نكتب فيه كود علشان نقدر نعمل بوتون، هنروح نجيب الكليك ايفنت بتاع البوتون دوت اهون. وبعد كده أول حاجة بنعملها علشان نقدر نعمل أي كنترول في الكود، يعني نقدر نحط كنترول في الفورم عن طريق الكود، لازم نحجز فاريبل من الكنترول دوت. طيب اللي احنا هنضيفه دلوقتي مثلا بوتون، فهنروح نحجز فاريبل من بوتون، تمام؟ بنسميه بي تي 1 مثلا. بعد كده عشان نقدر نحجز له مكان في الميموري لازم نعمل له نيو وبوتون، وزي ما انتم شايفين كده بالظبط. خلينا نكبر شويه الكود. بعد كده احنا حجزنا خلاص البي تي ان. هل ان انا لما اجي اعمل ران دلوقتي هل البي تي ان دوت او الفاريبل ده هيبان؟ تعالوا نشوف. يعني دلوقتي المفروض احنا لما ندوس على البوتون يبان، بس طبعا يعني هو الموضوع مش ببساطه كده. مش اول ما اعمل فاريبل روح على طول يتضاف، ده مش صحيح. لازم اول حاجه نديله بوزيشن، نديله بعد ما نديله بوزيشن نديله السايز بتاعه، وبعد كده شويه بروبرتيز الاساسيه اللي لازم تتضاف عشان يبان في قلب الفورم. لو دوسنا كده مفيش اي حاجه بتتضاف. طيب ايه العمل؟ العمل ان احنا هنديله مثلا السايز بتاعه سايز يساوي برضو اي حاجه في سي شارب يا جماعه لازم يتعمل لها نيو سايز، والسايز بنديله ويت سو هاي، هنديله مثلا 100 و100، مفيش اي مشكله عندنا احنا بنجرب. بعد كده مثلا نديله لوكيشن، اللوكيشن بتاعه على الفورم ده حاجه اسمها لوكيشن اللي هو البوزيشن بتاعه على الفورم، يعني برضو بيساوي نيو بوينت عباره عن بوينت، برضو بنديها الاكس والواي بتاعتنا وليكن احنا هنحطه في الزيرو والزيرو. بعد كده بنسميه دوت نيم الاسم بتاعه اللي احنا بنتعامل معاه، هنديله مثلا btn1 كابتن. بعد كده بنديله التكست اللي هيظهر عليه زي ما طبعا احنا عارفين، برضو كل ده سترينج يا جماعة. generated photon مثلا، تمام كده يعتبر احنا خلصنا الخواص اللي هي الأساسية. طب ما احنا جايين نعمل run برضه مش هنلاقيه بيتضاف في قلب الفورم. طب وده يرجع لإيه؟ ده يرجع انت عملت variable للبوتون. طب هل قلت للفورم أنا عايز ال variable ده يكون موجود عندك؟ أكيد لأ. فعلشان نقدر نعمل الخطوة ديت بنجيب اسم الفورم بتاعنا، يعني مثلا الاسم الموجود هنا اهو اسمه main tutorial. طيب انت هيكون موجود عندك الاسم ده ايه؟ غالبا هيكون موجود اسمه فورم 1، فانت هتروح تكتب فورم 1 اللي انا هنا هكتبه مين توتوريال. لا مش كده، مين توتوريال معناها ان انا هعمل اوبجكت جديد من مين توتوريال، بس احنا مش عايزين كده. امال احنا عايزين ايه؟ عايزين نكتب زيس. زيس ديت ايه يا جماعه؟ زيس ديت بوينتر او مش بوينتر، زيس ديت زي ما تقولوا كده هي حاجه بتشاور على الفورم بتاعتنا. لان احنا يعني لما هنتقدم شويه في الكود ونعرف ان الفورم دي بتتجنريت ما بتعملهاش فاريبل، هو على طول بيروح يحطها كده بس، يعني نفهمها حاليا كده بس. بيبقى برده موجود في حاجه بتشاور عليها اللي هو زيس. زيس موجوده في قلب الكلاس بتاع المين توتوريال، يبقى على طول زيس ديت هي المين توتوريال. فبالتالي لو وقفنا عليها اصلا هتلاقي بيقول عليها ايه؟ هتلاقي بتقول يوتيوب سي شارب توتوريال مين توتوريال. هو بيقول لك ان الزيس ديت بيشاور على المين توتوريال اللي هي الفورم اللي موجوده في اليوتيوب سي شارب توتوريال. فاحنا اول ما ندوس زيس وندوس دوت، يعني نكتب زيس كده وندوس دوت، هيظهر لنا البروبرتيز بتاعه الفورم. يعني انا لو هنا قلت له زيس دوت تكست وغيرت التكست هيروح على طول يغير لي التكست بتاع الفورم مش بتاع اي حاجه تاني. بس انا هقول له زيس دوت كنترولز. زيس دوت كنترولز، كنترولز دي ايه يا جماعه؟ كنترولز دي عباره عن اري كبير، يعني مثلا هي مش اري، هي كوليكشن بيبقى موجود فيها اي كنترول موجود على الفورم. يعني البوتون اللي احنا ضفناه دلوقتي على الفورم من غير ما نجنريت كود، يعني مش بايدينا اوتوماتيك، هتلاقيه موجود في الكوليكشن او في الليسته اللي اسمها كنترولز.
طب انا لما عاوز اضيف حاجه جديده يبقى انا هقول له كنترولز دوت اد وادي له الكنترول اللي انا عايز اضيفه جديد. وايه الكنترول اللي انا عايز اضيفه جديد؟ هو البي تي ان اللي هو الزرار اللي احنا لسه ضايفين ليه الخواص بتاعته. دلوقتي لما تيجي نعمل ران لازم البوتون بتاعنا يظهر، وهتلاقي فعلا البوتون ظهر في الزيرو، والزيرو بتاعت الفورم طبعا هي فوق هنا طبعا ما فيهوش اي كليك او اي حاجه. ولو دوسنا ضفنا تاني هيروح يضيف، بس هو طبعا مش باين لان هو بيتضاف على طول في الزيرو زيرو. بس كده يبقى احنا كده عرفنا ازاي نقدر نضيف بوتون في الفورم. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي نضيف ايفنت بس لبوتون، للبوتون دوت مش لبوتون احنا عاملينه بايدينا، علشان البوتون اللي احنا عاملينه اسف البوتون اللي هو معمول اوتوماتيك، البوتون اللي احنا عاملينه اوتوماتيك بنوصل للايفنتس بتاعته ازاي؟ بندوس عليه وبعد كده من البروبرتس من الايفنتس. طيب ازاي نقدر نضيف بقى البوتون؟ هو البوتون اللي احنا ضايفين عليه دوت ما فيهوش حاجه هنا، يعني ما لهوش حاجه هنا، فبالتالي مش هنقدر نضيف ونروح نضيف وندوس كليكين يوصل للكود على طول، مش هينفع كده. فاحنا في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي نقدر نضيف ايفنت بالكود. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.